أخبار محترفينا في الخارج وموقع بطولات قال أن أشادة الصحافة البريطانية الصادرة صباح اليوم يوم السبت بالدولي المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد ما تألق قصاد ولفرهامبتون في البريمير ليج. سجل محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 18، صنع الهدف الثاني في الدقيقة 68 وقدم أداء رائع. وجت عناوين الصحافة الإنجليزية كالتالي: الجارديان سبورت قال ان ليفربول في صدارة الترتيب في الكريسماس، صلاح وفاندك هزموا الذئاب وواصل ليفربول في الصدارة. كمان ستار سبورت قالت ان سانتا صلاح بيوصل بليفربول في الكريسماس للصدارة، مو صلاح يضمن لليفربول ان يستمتع بالكريسماس وهو في صدارة البريمير ليج. كمان ميرر سبورت قالت ان مو صلاح وفاندك يجعلان اعياد الميلاد الكريسماس سعيدة على ليفربول المتصدر. كمان سبورت 360 قالت ان المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتكلم عن صعوبه الموقف والمنافسه على لقب البريمير ليج او الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي بسبب قوه الفرق المشاركه في الدوري، وحدد كمان يورجن كلوب من وجهه نظره عدد النقط المطلوبه عشان يحققوا لقب البريمير ليج، وقال الموسم ده موسم استثنائي، في انديه ثانيه عندها القدره ان هي تكسب، مانشستر سيتي، توتنهام، تشيلسي والارسنال، يمكن محتاجين عشان نوصل للمقدمه او الصداره 105 نقطه ونفوز بلقب الدوري الانجليزي في الموسم الحالي. كمان قال المدرب الالماني يورجن كلوب ان هو سعيد جدا باداء فريق ليفربول في الموسم الحالي وتحديدا في لقاء امبارح قصاد وولفرهامبتون. كمان أعلنت صحيفة The Guardian البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم في 2018، واللي شهدت تواجد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي في الصف الأول من نجوم العالم. شهدت القائمة غياب تام للاعبين العرب عدا محمد صلاح، لم يتواجد برضو الجزائري رياض محرز لاعب مان سيتي ولا ياسين ابراهيمي لاعب بورتو، واحتل البرتغالي واحتل عفوا محمد صلاح المرتبه الخامسه في جدول ترتيب افضل لاعب في العالم، متفوق على 95 نجم تانيين زي الفرنسي انتوان غريزمان لاعب اتلتيكو مدريد والبلجيكي ايدن هازارد لاعب تشيلسي الانجليزي والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان. وتصدر قائمه افضل لعيبه العالم الكرواتي لوكو مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني، متفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي والارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونه صاحب المرتبه الثالثه، وكمان كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جه في المرتبه الرابعه متفوق على نجمنا المصري محمد صلاح. كمان موقع دوت مصر قال ان حسين الشحات لاعب منتخب مصر والعين الاماراتي صرح ان هو الاتحاد الاماراتيه ان فريق العين الاماراتي بيعيش حلم جميل للوطن العربي ودوله الامارات على وجه التحديد، وهيقاتل اللعيبه عشان يقدروا يكملوا حلمهم ده ويحققوا اللقب ويسعدوا الشعب اللي بيستحق كل خير، على الرغم طبعا من صعوبه مواجهه فريق عملاق بحجم ريال مدريد الاسباني بطل اوروبا. وقال كمان حسين الشحات منتخب مصر أو نجم منتخب مصر زي ما قتلنا قصاد ريفر بليت الأرجنتيني ونجحنا في اقتناص بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، هنقاتل كمان قصاد ريال مدريد عشان نحقق المفاجأة ونحصد اللقب. وقال كمان إن هو سعيد جدا بالدعم الكبير جدا اللي بيحظى بيه من جانب الجماهير المصرية، واتمنى إن هو يدخل السعادة على قلوب الجماهير المصرية بالحصول على بطولة كأس العالم للأندية النهارده. المباراة الساعة 6:30 يمكن كمان نص ساعة تقريبا، إن شاء الله كل التوفيق للاعبنا المصري حسين الشحات اللاعب الأهلاوي جدا في لقائه النهاردة قصاد ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية. نروح لآس الأسبانية اللي قالت إن نادي ريال مدريد الأسباني اعتاد على تحطيم الأرقام عبر تاريخه، فبعد الفوز في نص النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة على نادي
نادي كاشيما الياباني والوصول للمباراة النهائية لمواجهة العين الإماراتي النهاردة يوم السبت. بقى المرنجي أكتر نادي في العالم بيخوض نهائيات دولية. قدر ريال في بطولة المونديال الصغير المقامة حاليا في الإمارات من فض شراكة مع نادي اي سي ميلان الإيطالي واللي كان متعادل معاه في عدد المباريات النهائية الدولية بعدد 8 مواجهات نهائية، ووصل للمباراة النهائية الدولية رقم 9 ليه عشان ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخه ويتجاوز نادي اي سي ميلان البعيد عن البطولات العالمية والمحلية مؤخرا. وجي نادي اندبندنتي الارجنتيني في التواجد في 7 مباريات نهائية دولية احتل المركز الثالث. كمان جي مواطنه نادي بوكا جونيورز في المركز الخامس بعدد 5 مباريات نهائية دولية وبيتعادل مع بوكا جونيورز نادي بنارال الأوروغوياني ونادي برشلونة الاسباني برصيد 5 نهائيات.